الكلام أهم حاجة في التفاهم، باللسان أو بالإشارة لو أنت فاهم، حافظ عليه وانت بتلقيه، لا يخرج دبش ويجيب مشاكل. الكلام محتاج نظام حتى يخرج للأمام، الكلام محتاج ترتيب حتى يخرج للتأكيد، الكلام محتاج ممارسة حتى يوصل بدون محاسبة، الكلام عايز تركيز حتى يخرج للتنفيذ، الكلام محتاج هدوء حتى يفهم بكل ذوق، وظبط صوتك في الكلام حتى لا يخرج من المكان أو يكون في حدود الموجود، لا يوصل لحد مش موجود وتيجي بعدها وتضحك على نفسك وتقول الموجود وزع سري والخيبة دي منك انت. صوتك كان عالي كتير في الكلام، الكلام ده حاجة عظيمة محتاجة منه فكرة سليمة، وللكلام الكل حي، زعماء وأهل الوعظ كمان، وكتير يا ناس من أهل الفن. ده الكلام ليه سياسته، ده سياسته غلبت الأحكام في الدنيا بس هذا الكلام. وفي النهاية اوعى تظلم بالكلام، وفي النهاية اوعى تظلم بالكلام، هيجي يوم والكل عارف الحساب مش بالكلام.